الرئيس السيسي يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووزير الخارجية يبحث مع نظرائه الأوروبيين ملف سد النهضة. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار. ومشاهدينا الكرام أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، وذلك لمتابعة الموقف من المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية الأساسية. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض خطط تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. كما تم عرض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعماً لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية. كما تم عرض مخطط التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات الخبرة في إنتاج زيت النخيل، وذلك لإقامة منطقة لوجستية في مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المميزة من الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي، وكذلك لتعزيز فرص التصدير للخارج. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وعدد من المسؤولين المعنيين. وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشددا في هذا الصدد على أن يكون العمل دوريا على مدار 24 ساعة يوميا. ووجه مدبولي مسؤولي المشروع بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى المحددة للافتتاحات. وأضاف مدبولي بأنه توجد تكليفات واضحة من الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات وتحقيق إنجاز سريع بها مع تذليل كافة العقبات والتغلب على التحديات. أيضا كلف رئيس الوزراء وزير الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة ومضاعفة فرق العمل، وأن يتم خلال الفترة المقبلة إجراء اختبارات لشبكات الاتصالات واستكمال لمنظومة التحول الرقمي.
التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للتباحث حول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشهد اللقاء تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تم تناول اللقاء لأهمية العمل على المزيد من التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل وزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. هذا وقد شهد اللقاء تشاورا حول ملف سد النهضة، حيث عرض شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة معربا عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا، والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. ختاما كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من شبكة تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.